من هم الكنعانيين؟ يعني احنا عايز نعرف هم حتى في التوراة هم قالوا ايه عن الكنعانيين؟ قالوا عن الكنعان، اولا كان يعني ابراهيم عليه السلام هو كان حوالي 1700 او 1800، وكانوا الكنعانيين قبل الميلاد طبعا، يعني الكنعانيين اللي هم الفلسطينيين الفلسطي، اللي هي برضو الشعوب التي كانت موجودة، وحتى الأرض سميت باسمهم. وحتى عباس محمود العقاد يقول أن أرض كنعان لأنها الأرض الواطئة، فهذا الاسم كنعان من قنعة، وقنعة من كنعة، وكنعة يعني وطة أو انحنى، فهي لأنها الأرض الواطئة اللي هي فلسطين. وعشان كده يمكن نجد ليه، عشان كده بنقول ادنى الارض برضه في القران هي البحر الميت، فالارض دي معروف ان هي من ادنى مناطق الكره الارضيه، وده برضه يفسر تشبث الاسرائيليين بالجولان لانها مرتفعات، ولان من الجولان يقدر يعني يطولوا اسرائيل الحاليه بسهوله يعني شديد. فالكنعانيين دول بقى جاء ذكرهم في العهد القديم، وكان ابراهيم يحتم ان اولاده يعني ما يجوزوش من الكنعانيات، كان يعني يطلب. أين ذكرت بقى الجملة أو الوصية دي؟ لأن هي موجودة، أي حد بيقرأ العهد القديم موجودة في التوراة، يعني في العهد القديم التوراة إن هو ما تتجوزوش الكنعانيات، يعني موجودة في التكوين يعني سفر التكوين. فهو كان يطلب، وبعدين بلاش كده وكده في القصة بتاعت إبراهيم حين جاء إلى مصر، والقصة بتاعت ان رغم ان سارة كان عمرها 75 سنة يعني، ورغم ان حتى في العهد القديم هم نفسهم يعني يقول لك ان يوسف قال لاخواته تعالوا كلوا الناحية دي كده وابعدوا عن المصريين، لان المصريون ينظرون الى رعاة الغنم على انهم ركس للمصريين، نجاسة يعني. فمش واحد عندها 75 سنة ورعاية غنم، مش معقولة ملك مصر هو اللي يعني هيشتهي، انما علينا ان نقبل ما كتب، لان الدين هو ايمان وتسليم يعني، انا ما تحطش عقلك فيها. المهم الله انزل اللعنات بملك مصر الغلبان المظلوم ده اللي بيصعبوا عليا يعني، لان ما فيش تاريخ اتظلم في الدنيا قد التاريخ المصري. فانزل به لعنات، وبعدين الراجل استغرب، فاعترفت له ساره زوجة ابراهيم وقالت له الحكايه. فالرجل بشهامه المصريين اتى بزوجها ابراهيم كما هو مكتوب في التوراه يعني. قال له ما الذي صنعت بي؟ لماذا قلت لي انها اختك وهي زوجتك؟ ها هي امراتك، خذها واذهب. واعطاه حمير وبغال، وادى اتنين من الحراس يحرسوه لغايه ما يخرج بره مصر. شوف بقى بيقول لها ايه، احنا رايحين دلوقتي لابي مالك ملك جرار في فلسطين. يعني قولي له قولا ولفظا طبعا في التوراة، قولي له، قولي لأبي مالك ملك جرار في فلسطين، قولي له انك اختي، بغض النظر بقى عن اختي مش اختي والكلام ده، انما هنا في مملكة كبيرة، في ممالك، بلاش كده وكده. لما ربنا يقول لابراهيم اعطيك ارض غربتك، اعطيك ارض غربتك، يعني دي مش ارضك انت، بلاش كده وكده. في رحلة يشوع بن نون مع موسى، موسى بقى مات حتى لغاية دلوقتي ما نعرفش مات ازاي، انما هو طلع على جبل ونزل من غيره وقال ان ربنا يعني هو اللي دفن وحاجات كلام كده غريب يعني. المهم ان هو يشوع بن نون بقى اولا ما كانوش شافوا لسه فلسطين، ف كان موسى بعت ناس لفلسطين فذهبوا وقالوا له انها الارض التي تفيض عسلا ولبنا. وبعدين لما موسى مات يشوع بقى في الرحله بتاعته راح في الحرب بتاعته مع الكنعانيين اللي هم الفلسطينيين، وطبعا القصه بتاع ان اوقف الشمس 24 ساعه وبتاع، مع ان الشمس لو وقفت اللي هي الحركه الظاهريه يعني لو وقفت ثانيه واحده مفيش كائن حي يستنى على الكره الارضيه، انما المعجزات الالهيه طبعا تتحدى العلوم يعني، وعلينا ان نقبلها برضه. فالمهم ان في حربه مع الكنعانيين هم الفلسطينيين توقفت الشمس 24 ساعه لغايه ما انهى
الحرب بتاعتهم يعني كان في ناس موجوده يعني كل الادله بتقول ان هو ان ما كانتش ارض فاضيه، كان فيها اهل الارض اللي هم الكنعانيين. لا بدليل ان يعني داوود النبي ده من 1000 ميلاديه او بالظبط 975 قبل الميلاد، مش 1000 ميلاديه قبل الميلاد، 1000 قبل الميلاد، انما هي بالظبط 975 قبل الميلاد، وحكم 40 سنه. جاء بعد منه ابن سليمان، لا حكم حوالي 30 سنة اللي هو أقام الهيكل. وكان هيكل يعني حتى العلماء اليهود نفسهم وعلى رأسهم فينكلشتاين وسيلبرمان في الكتاب الرائع بتاعهم اللي هو التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها بناء على علم الآثار، يقول لك إن كان هيكل يعني ما احناش زي متصورين إن هو كذا وكذا وكذا. وحتى اللي ساعدوا في البناء بتاعه هم البنائين المصريين، لانهم طبعا ما دول رعاة غنم ما يفهموش لا في البناء ولا في الحاجات اللي زي دي. اقام الهيكل ده هو في ذلك الوقت، ويعني حياتهم كلها في الفتره ده هي تقدر تقول لغايه الاسر البابلي اللي هو كان حوالي يعني 560 اللي هو نبوخذ نصر لما حصل في فتره السبي البابلي، وكان اخر ملوكهم اللي خدوا نبوخذ نصر اسير ومع بقايا اليهود بعد ما خلص عليهم، كان نبوخذ نصر خدهم في السبي البابلي اللي هم يعني بناء عليه طلعوا يعني فيهم العنف الشديد دهون والى اخره. وكان هذا السبي البابلي لغاية بعد كده هو كان اسمه يا سيدي صديقيا ابن يوشيا، ده كان اخر الملوك، وخدوا نبوخذ نصر اسير صح مع الاسرى كله. وبعد كده هو جاء بقى قورش اللي هو الملك الفارسي وسمح لهم بالعوده، بالعوده للارض، وسمح لهم ببناء المعهد الهيكل والى اخره.